بعد شهور من انفصاله عن دالا المهندس، البلوجر كريم مكرم عمل موفينج اون وارتبط، فيا ترى مين حبيبته الجديدة؟ فاجئ البلوجر كريم مكرم المتابعين على السوشيال ميديا بارتباطه مرة تانية بعد شهور من انفصاله عن البلوجر دالا المهندس، فقدر كريم بعد انفصاله عن دالا يفتح صفحة جديدة ويعمل موفينج اون ويرتبط بعد تجربة انفصاله الأخيرة، والبداية كانت مع نشر كريم مكرم صورة جديدة ليه على انستجرام وماسك ايد بنت ومش ظاهر في الصورة وشها، لكن واضح ان الصورة اللي نشرها كان من ديت ليه مع بنت اللي ظهرت معاه، فعلق كريم على الصورة وقال لا تروحي بعيد. وطبعا المتابعين استنتجوا ان كريم مكرم عمل موفينج اون بعد انفصاله عن دالا وارتبط ببنت جديدة، رغم ان ممرش بس غير شهور على انفصالهم، لكن المتابعين حسوا ان كريم مكرم حب يعمل هو كمان زي دالا، خاصة انها ارتبطت بسرعة بعد انفصالها عن كريم مكرم بكام شهر، فحب هو كمان يفتح صفحة جديدة ويعمل موفينج اون ويرتبط، خاصة ان تجربته هو ودالا مع بعض كانت صعبة ليهم هما الاتنين وكمان بعد انفصاله عنها. في متابعين كتير اتهموا كريم مكرم انه خان دالا بسبب كلامها في الستوريز عن الخيانة، فسبق وقالت في ستوري نشرتها على حسابها على انستجرام مفيش حاجة تكسر العلاقة بين اتنين بيحبوا بعض الا الخيانة، الراجل بيخون لاسباب كتيرة بس اهمها واشهرها طلاق قبل زي مشهور زي شاكيرا وبيكي، بسبب ان الراجل بيحس انه اقل من الست اللي مرتبط بيها وهي ناجحه اكتر منه، بس هو اعلى ولو حاجه بسيطه، ده بيعمل له عقد نفسيه بتخليه يدور على حد قليل قوي يحسسه انه ليه قيمه وانه راجل، فبيروح يدور في الزباله، وعمر ما الست ما كانت سبب ان الراجل يخون ولا مبرر، لانه الراجل الحقيقي لو حس انه منجذب لواحده تانيه من الرجوله انه ينفصل الاول ويعيش بعدها براحته. وطبعا بعد الستوري اللي نشرتها دالا ورغم انها ما ذكرتش فيها اسم كريم، لكن المتابعين بدأوا يهاجموه واتهموه انه خان دالا، وطلع كريم مكرم في فيديو ليه على الستوري علشان ينفي الكلام ده عن نفسه وقال انا كنت شايف ان رد على حاجة زي كده مش مناسبة لانها حد بحترمه وبقدره ايا كان اللي حصل، وانا ما بحبش يتقال كلام مش حقيقي علشان كده ما كنتش عايز ارد لاني مش في وضع اتهام، الفكرة كلها اللي بأكدها ان انا مش بحب الخيانة ولا عمري خنت صاحب ولا حبيب ولا زوج، وده بشهادة الناس اللي حواليا صدقوا الكلام اللي اتقال، ومنهم ناس بطلت تكلمني مع انهم عارفيني كويس، وانا ما بحبش العكه وعمري ما هخون، والموضوع ما انتهاش بسبب الخيانه ابدا ومش من حق حد يعرف انتهى ليه. وبعدها قرر كريم مكرم يقفل الصفحه دي ويفتح صفحه جديده ويرتبط ببنت جديده، لكن رفض يقول مين هي، فيا ترى مين هي حبيبه البلوجر كريم مكرم الجديده؟